وانظروا هذا الكلام العظيم والتعوذ العجيب. يقول: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، يعني أن أتعاظم وأرى نفسي من أعظم الناس وأكبرهم شأنا وأعلاهم مقاما، وأكون عند الله صغيرا. وأكون عند الله صغيرا، أي حقيرا، لست شيئا. قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وهذا الذي يتعوذ من قد يبتلى به خلق، يرى نفسه من أحسن الناس وأفضلهم علما وعبادة ومكانة ومنزلة، وهو صغير عند الله، حقير لأشياء أوجبت ذلك، وكثير منها تتعلق بالقلب وأمراضه، ولا سيما العجب. عندما يبتل الإنسان بالعجب، يعجب بنفسه، بعمله، بعلمه، بزهده مثلا إلى غير ذلك. والعجب: فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيل العريم. إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيل العريم.